هذا المواسع ويطلق عليه اسم مكثف وبالانجليزي كوندنسر، نلاحظ ان سعه هذا المواسع 22 مايكروفاراد. اذا ابقينا مفتاح الجهاز على هذه القيمه فانه يقراها، ولكن نفضل ان يكون ضمن مدى سعه المواسع نفسه. فنلاحظ ان هنا سعه المواسع 22، هنا 20 فلن يقيسها فنرفعه الى 200. نلاحظ ان القيمه هنا 23.6 قريب جدا من القيمه الاصليه للمواسع او المكثف. لو وضعنا مفتاح المؤشر باتجاه التدريج الذي على الجهاز والذي هو بقيمه 20 فلن يقرا قيمه سعه المواسع، فلن يقرا قيمه، لان سعه المواسع اعلى من قيمه التدريج. لو ارجعنا مفتاح الجهاز الى القيمه التي يمكن ان تكون ضمن مدى قياس المواسع فنجد انه قد قراها وتظهر القيمه مره اخرى 23.6 مايكروفاراد، وهذا يدل على صلاح هذا المواسع والذي يطلق عليه المكثف وبالانجليزي كوندنسر.